مالك لوى، مرزوقة حاطتك براسها، أو بالأحرى خلي نقول حطت فلوسك وشركتنا براسها. ليش يعني؟ هو إحنا بزران عشان تلعب علينا هذه الحرمة؟ طلال أرجوك تكلم قل شيء، ليكون أختنا نهبلت وجاهها شيء. هذا كلامها من يوم شافتها معك، متصورتها أنها شيطانة. معنى ما في شيطان في هالزين. اسمع أنت وياه، رأيكم فيها ترى ما يهمني، أنا حرمة وعارف الحريم زين، خاصة هذه الأشكال. يا جماعة، أنا كل اللي يهمني هو حلالنا وتماسك عائلتنا، وأكيد البراند اللي ورثناه من أبوي وجدي. وإذا حسيت إن أي شيء من هذا بخطر، أنا اللي بوقف بوجهك. لا تخافين على عبد الله، هي عارفة مرزوقة ما تفكر في الزواج الحين، وإذا فكرت أنا أول من يتقدم لها. هديتك مقبولة يا شيخ، بس بشرط تقبل هديتي. يعني واحدة بواحدة؟ إيه، تدا ولا؟ لا 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 لا، خلاص مقبولة من الحين. طيب، إن شاء الله المندوب بيجيبها لك. فمان الله. فمان الله. هلا مي، جيبي لي مفتاح الجيب الجديد، أي آخر دفعة، وجيبي أوراقه معه. يلا. من جد هذه؟ مشكور، يعطيك العافية.